ما يفعل عند قبره عليه الصلاة والسلام من الاستغاثة به أو دعائه أو التوسل به، كل هذا من الشرك، كمن يقول مدد يا رسول الله أو اشفني يا رسول الله أو اقضي حاجتي، أو أنه يقف عنده وقوف تذلل وخضوع كما يقف أمام رب العالمين في الصلاة. والواجب على المسلم أن يضع النبي صلى الله عليه وسلم في الميزان الذي وضعه الله عز وجل فيه ووضع نفسه عليه الصلاة والسلام فيه، لا إفراط ولا تفريط. ولذا قال في آخر الحديث فقولوا عبد الله ورسوله، فأي وجه لمن غالى في شخص آخر؟ ليس له وجه وليس له حجة. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين في حقه. فإن كان التوسل لهؤلاء أو الغلو في هؤلاء من أجل مكانتهم وقدرهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعظم. فلما نهى عن ذلك دل على أن من دونه في المنزلة من باب أولى.